بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب العتق، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والعتق نقل الرقبة من الرق إلى الحرية. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والعتق هو فك الرقبة، وهو من أفضل الأعمال وأجلها، وقد ورد بذلك النص القرآني حيث يقول عز وجل: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فجعل فك الرقاب من أفضل الأعمال وأجلها، ونحن نقرأ هذا الكتاب وإن لم يكن موجود لدينا الآن. فقلنا في درس سابق بأن الرق كان موجود في هذه البلاد، إلا أن الدولة وفقها الله اعتقت جميع الأرقاء، وقالت: من يدعي على شخص فيثبت ذلك ويأخذ ثمنه، وإلا فإن الناس أحرار. فقد يسأل سائل: لماذا نقرأ هذا الكتاب مع أنه غير موجود إطلاقا؟ نقول: لأنه قد وجد من وقت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجعل عتق الرقاب كفارة لليمين، وكفارة لقتل الخطأ، وكفارة للوقاع في رمضان، وكفارة للإيلاء، وكفارة للظهار إلى آخره. وإذا لم توجد الرقبة فيه ما بعدها، ففيه مثلا إما صيام شهرين متتابعين، وإما صيام شهرين فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين. عدا قتل الخطأ فليس فيه إطعام، فهو عتق أو صيام. وإذا لم يوجد أو إذا لم توجد الرقبة ولم يستطع الصيام فإنها تبقى في ذمته، لأنه لا إطعام فيها. وقلنا: الرق أو تخليص النفس من الرق إلى الحرية له عبارات صريحة وله عبارات كناية وليست بصريحة. الصريحة لا تحتاج إلى شيء، إذا قال أعتقتك أنت حر لوجه الله، هذه لا تحتاج إلى شيء. وإذا قال خليتك فإن اقترنت بنية العتق فنعم، وإلا فهي كناية. كما أن للطلاق عبارات صريحة وكناية، فمن عبارات الطلاق طلقتك، أو أنت مثلا طالق أو ما أشبه ذلك. ومن الكنايات: أنت خلية وبرية، وأنت الحرج، والحقي بأهلك ولست لي بزوجة إلى آخره. كذلك الوقف قلنا له عبارة صريحة وعبارة كناية، فمن عبارات الوقف الصريحة: وقفت وحبست وسبلت. ومن الكناية: تصدقت وحرمت وعبدت. الصريحة لا تحتاج إلى شيء، والكناية تحتاج إلى اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو النية أو حكم الوقف، بحيث يقول مثلا: حبسته تحبيسا لا يباع ولا يشترى، أو ما أشبه ذلك.
قلنا إذا ملك الإنسان من يعتق عليه فإنه يعتق، وإذا أعتق إنسان بعض آخر وهو موسر فإنه يعتق عليه أيضا، وإلا فإنه يعتق ما استطاع والباقي إذا كان شريكه موسرا عتق، وإلا فإنه يبقى ويسمى بالمبعض. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله، لأنه قد يقول الإنسان مثلا أعتقت هؤلاء أرقاء وعنده ستة، ونجد أن ما له يعني مثلا لأنه جعلهم مدبرين، والمدبر لا يكون إلا بعد الوفاة، فلا يفي ماله والورثة لم يوافقوا، فنعمل قرعة في من نعتق وفي من يبقى رقيقا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف ونتناقش به إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ولو أعتقهم وثلثه، ولو أعتقهم يعني يعتق المجموعة، السيد أعتقهم وثلثه يحتملهم، نقول عتقوا يعني مثلا ثلاثة وعنده مثلا 30,000 وهم قيمة الواحد 3,000، فنقول ما يصلون إلى 10، والثلث الذي يتصرف فيه الإنسان كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام سعد حينما قال له الثلث والثلث كثير، فيخرجون من الثلث فإنهم يعتقون جميعا، وأما إذا لا الثلث أقل لا يكفي لعتق الثلاثة فننظر في الأحوال التالية. نعم. ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم، يحتملهم يعني مثلا لو قلنا قيمتهم كل واحد 3,000 وهو ترك 30,000، معناه الثلاثة بكم؟ الثلاثة بتسعة، التسعة أقل من الثلث، فمعناه يحتملهم أعتقناهم. وأقول أيها الإخوة مرارا وتكرارا، أقول هذا ليعلم طالب العلم هذه المسائل، وإلا فإنها ليست موجودة لدينا في الواقع. نعم. فأعتقناهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم. أعتقناهم يعني قلنا ترك نقول 30,000 وترك 3 أرقاء وقيمة الواحد 3، نقول نعتقهم لأنهم دخلوا في الثلث، لكن بعد ما اعتقناهم كواحد قال لا أنا أريد منه مبلغ، أريد 50,000، أريد 60,000، أكثر من كل المال، فنحن نستدعيهم ونعيدهم إلى الرق، لأن سداد الدين أولى من عتق الرقاب. نعم. ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بعناهم فيه لما ذكرنا، فإن قال الورثة نعم نحن نقضي الدين، فهناك روايتان، رواية نقول نسمع كلامهم ونمثل، ورواية تقول لا نقول سددوا الدين، فإذا برئت الذمة نفذنا العتق، لأن الدين أولى، خشية أن يماطلوا ولا يدفع الدين، وكل إنسان مرهون بما عليه من دين. نعم. فإن قال الورثة نحن نقضي الدين ونجيز العتق، أحتمل أن لهم ذلك، يعني رواية نعم، لأن المانع إنما هو الدين، إنما المانع هو الدين، واللي عليهم الدين قالوا لا أعتقوهم فأذنوا لنا بذلك. نعم. فإذا قضي زال المانع فثبت العتق، واحتمل أن ليس لهم ذلك لأن الغرماء تتعلق حقوقهم، الغرماء حقهم باقي حتى يستلمون، وما دام ما استلموا، ما داموا لم يستلموا لا نجيز العتق. نعم. لأن الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة، فلم يملك الورثة إبطالها بالقول، لكن إذا قضوا الدين، إذا سددوا الدين، الورثة سددوا الدين، نقول خلاص ما دام سددتوا الدين فهم يعني يعتقون، لأن حنا أعدناهم إلى الرق لسداد الدين وقد سددتموه، فبرئ الذمة المدين. نعم. فلهم استئناف العتق
وإن أعتقنا بعضهم بالقرعة بالقرعة. ويأتينا إن شاء الله طريقة في القرعة، ويقول ليس لها طريقة محددة، اللي يتفقون عليه. إن اتفقوا على حبات من حجارة صغيرة وتجعل على شكل سهام ويؤتى بإنسان ويقول خذ منها شيء، وإما قطع من الطين أو كذا وتغطى في قماش ويدخل واحد يده ويخرج منها، أي ما اتفقوا جاز. يعني القرعة واردة وكيفيتها حسب ما يتفقون. القرعة من حيث المبدأ جائزة. ومر بنا في الأذان في القادسية يا أبا فهد لما تنازعوا عند سعد، كل واحد يقول أريد أذن. نعرف أن الأذان له ضوابط، ونشترط في المؤذن أن يكون دينا أمينا صيتا عارفا بالوقت إلى آخر شروط، وما ثم من يقدمه الجيران. لو استووا كلهم يا شيخ تركي في هذه الصفات ما نقدر نقدم واحد على الثاني. ما العمل؟ نقرع، والقرعة فيها راحة. نعم. وعندنا الآن بدل القرعة كثيرا ما يحصل، يعني في زمننا الحاضر يعني مشاحة مشاحة، نكون المسألة فيها ساعة، نقول واحد أنت أذن الظهر والعصر والثاني المغرب والعشاء والفجر، أو واحد الفجر وكذا، يعني يتفقون على كل واحد يؤذن بالراحة، لأن الواحد إذا أعطيناه وقت وقتين فيهم بركة وليس هناك منازعة. نعم. لكن إذا قضوا الدين فلهم استئناف العتق، وإن أعتقنا بعضهم بالقرعة ثم ظهر عليه دين يستغرق بعضهم احتمل أن يبطل العتق في الجميع. نعم. كما لو اقتسم الشركاء ثم ظهر لهم شريك ثالث، كما يعني مات فلان وكان عليه مثلا 50,000 دين، وعليه 50,000، وذهبنا سألنا البنك إن كم الرصيد للفلان، قالوا الرصيد للفلان 50,000، نقول سددوا المدين كل واحد 2، كل واحد 25. ما شعرنا بعد يومين أو ثلاثة إلا جاء واحد وقال أنا لي 5، أنا لي 6، نستلحقهم ونأخذ منهم بالنسبة ونعطي صاحب الحق الباقي لأجل ألا نحرمه. نعم. واحتمل أن يبطل بقدر الدين، لأن بطلانه لأجل الدين فيقدر بقدره، ولو أعتقهم فأعتقنا منهم واحدا يعجز ثلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، تبين أن الباقين كانوا أحرارا من حين أعتقهم، فيكون كسبهم لهم لأنهم يخرجون من الثلث، لأنهم صاروا أحرار. يعني مثلا لو كانوا يكسبون يعطون أسيادهم، يعطون مثلا من هم رقاق له، واحد كهربائي، واحد سباك، واحد نجار، ويدخل مثلا بالشهر 1,000 ريال، وكان في العادة يعطيها سيده، تبين لنا بعد ذلك أنه صار حر لأنه يخرج من الثلث، فيكون الكسب الذي سجل في البنك أو في المؤسسة له وليس لسيده لأنه أصبح حرا. نعم. فصل. فإن مات بعضهم أقرعنا بينهم. إذا مات مثلا هم 4 ومات منهم واحد، وكيف نخرج هالواحد هذا؟ يمكن يكون اللي مات هو اللي أصبح حر أو الأحياء، كيف؟ فنقرع بينهم. قد يكون القرعة لمن هو ميت، وقد تكون القرعة لمن هو على قيد الحياة. فإن خرجت لميت حسبناه من التركة وقومناه حين العتق لأنه خرج بذلك من التركة، وإن خرجت لحي خرجت القرعة لإنسان حي. نعم. نظرنا في الميت، فإن مات في حياة المعتق أو بعدها قبل قبض الوارث لم يحسب من التركة لأنه لم يصل إلى الوارث، فيكون لتركة الحيين، فيكمل ثلثهما ممن وقعت عليه القرعة، وتعتبر قيمته حين اعتاقه لا حين إتلافه. وحكى أبو الخطاب عن أبي بكر أن الميت يحسب من التركة ويعتق من تقع عليه القرعة إن خرج من الثلث،
لأننا حسبناه من التركة إذا وقع. لأننا حسبناه من التركة إذا وقعت القرعة له، فكذلك إذا وقعت لغيره، فإن مات بعد قبض الوارث حسب من التركة لأنه وصل إليه. هنا الآن يبين كيفية القرعة، نقول أي طريقة يتفقون عليها، لكن يذكر نموذجه، إن اتفقنا على النموذج هذا وإن اتفقنا على غيره. دائما يقول القرعة. الآن كثير من الناس، أنا اثنين مثلا إخوان عمروا بيتين وجهزوها، وبعدين واحد بيت شمالي واحد بيت جنوبي ملاصقين، هل نقول للبيت الشمالي للشيخ تركي والبيت الجنوبي لأبي فهد أو العكس؟ قد يقولون كل واحد يقول أنا أريد هذا ويحصل مشاحة، فنلجأ إلى القرعة، والقرعة تكون إما بأحجار أو بأوراق أو بشيء، فنقول هذا البيت الشمالي وهذا وخذها، فإذا أخذها انتهت القرعة. فعلى أي طريقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح أن القرعة حل لما يحتاج إليه، ولم يبين، وليست طريقة بيانها يعني مقيدة، بل على ما اتفقوا. نعم. فصل في كيفية القرعة. قال أحمد، أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة. نعم. بأي شيء خرجت القرعة وقع الحكم به؟ بأي شيء خرجت وقع، يعني يحكم بها، على أي طريقة فعلت. نعم. سواء كانت رقاعا أو خوف، رقاع يعني ورقات، أو قطع من الطين، أو قطع من الحجارة، أو مثل حبات المسبحة، أو ورق يكتب فيها، على أي طريقة. نعم. أو خواتيم. نعم. وذلك لأن الشرع ورد بالقرعة ولم يرد بكيفيتها. قال القرعة كذا وكذا، ورد بالقرعة، والقرعة معروفة عرفا، وأي شيء يتفقون عليه نرضاه. نعم. فوجب ردها إلى ما يقع عليه الاسم مما تعارفه الناس، والأحوط أن تقطع رقاع متساوية، رقاع متساوية ورقات مثلا، يكتب في كل رقعة اسم ذي السهم. نعم. ثم يجعل في بنادق من في بنادق. نعم. طين أو شمع متساوية، وتغطى، ثم يغطى بثوب، ويقال لرجل أدخل يدك، يدخل يده ويطلع، يطلع على ورقات وكذا، هذه لمن؟ من تريد؟ هذا قلت شيخ تركي قال هذه لي، أعطيناها إياه، صايب ولا ما صاحب؟ هذه من لمن؟ هذه لأبو فهد، خذها، قد صايب ولا الشيخ علي، الورقة مطوية لكن مكتوب فيها اسمه، فيأخذها. نعم. فأخرج بندقة فيفضها ويعلم ما فيها، فإن كان القصد عتق الثلث جزأ العبيد ثلاثة أجزاء، فإن أمكن تجزئتهم بالعدد والقيمة كستة أعبد قيمتهم متساوية، جعلنا كل اثنين جزءا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وإن كانت قيمتهم مختلفة، يقول الرقة لكن واحد قيمته 1000، واحد قيمته 500، واحد قيمته 100، والناس يتفاوتون. ومر علينا قصيدة بندريد، والناس 1000 منهم كواحدي، وواحد كالألف إن أمر عنا. فأنا قلت مرة، قلت إني أحب لو أحبابنا حفظوا هذه القصيدة، قصيدة بندريد المقصورة، تسمى المقصورة، وهي من عيون الشعر العربي، ومطلعها ياضبية أشبه شيئا بالمها، ترعى الخزامة بين أشجار النقى، إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا، والناس كالنبت فمنه رائق غض نظير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها، والناس 1000 منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. يعني إذا اشتد الأمر واحد يغني عن 1000، و1000 من الأشخاص ما يغنون عن واحد، يتفاوتون. فهو يقول هنا القيمة متفاوتة، يعني في بعض الرقة قد يكون حافظ مثلا السنن، قد يكون حافظ الصحاح، قد يكون يرجع إليه في الفتوى وهو رقيق، وقد يكون رجلا
يعني ذا منظر وبهاء وكذا، وإذا سألت ما تدري ما السؤال، لا تجد شيئا. إلا أحد الأئمة رحمه الله كان عنده يعني شيخ وكان ذا منظر وجمال وأبهة وهيئة، وينظر إليه نظر التقدير واحترام، وقرر الشيخ بأن صلاة المغرب تبدأ بمغيب الشمس، صلاة المغرب تبدأ بمغيب الشمس، وصلاة العشاء تبدأ بمغيب الشفق الأحمر. رفع يده الشيخ يعني ارتج، يعني خايف من السؤال، هذا الرجل يصير بيحرجه أمام الطلبة أو كذا أو كذا. قال يا شيخ إذا ما غاب الشفق إلا بعد غروب الشمس نصلي المغرب ولا العشاء؟ قال إذن يمد رجله أبو حنيفة ولا يبال، إذا ما غاب الشفق إلا بعد غروب الشمس نبدي المغرب ولا نبدي العشاء؟ إلا أننا إذا ضممنا قليل القيمة إلى كثيرها صار أثلاثا، فعلنا ذلك وإن أمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد، كستة قيمة أحدهم الثلث، وقيمة اثنين الثلث، وقيمة ثلاثة الثلث، جزأناهم بالقيمة. وإن لم يكن تعديلهم بقيمة ولا عدد، كثمانية أعبد قيمتهم مختلفة أو متساوية، احتمل ألا نجزئهم بل نخرج قرعة الحرية لواحد واحد حتى يستوفي الثلث، واحتمل أن نقارب بينهم ونجزئهم ثلاثة أجزاء. من المشايخ أذكر سأل طلبة يوم من الأيام، قال إذا وافق رمضان، وافق يوم من أيام عرفة، يوم عرفة، هل تفضل أنك تصوم على أساس أنه عرفة ولا تصوم على أساس أنه رمضان؟ قال والله إذا أنا كنت مسافر فأنا صيام رمضان يباح لي، بصومه على أساس أنه عرفة، لأن عرفة يرفوت ورمضان. فنجعل ثلاثة أجزاء، فنجعل ثلاثة جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا، فإن خرجت القرعة على زائد على الثلث أقرعنا بين من وقعت لهم القرعة، فكملنا الحرية في بعضهم وتممنا الثلث من الباقين، وإن وقعت على ما دون الثلث عتقوا وأعدنا القرعة لتكميل الثلث من الباقين، وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مثل قيمة الآخر أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق، فإن وقع سهم الحرية للأدنى عتق، وإن وقع للأكثر عتق نصفه، فإن كانت قيمة أحدهما 200 والآخر 300 جمعنا قيمتهما ثم أقرعنا بينهما كانت قيمة أحدهم، فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في 3 ونسبنا قيمتها إلى المرتفع بالضرب، فما خرج من النسبة عتق من العبد قدره، فإذا وقعت على الذي قيمته 200 ضربناه في 3 صار 600 ونسبنا قيمتهما إلى ذلك، تجدها 5 أسداسه فيعتق منه 5 أسداسه، وإن وقعت على الآخر عتق منه 5 أتساعه لذلك، وهكذا نصنع في أمثال ذلك. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء، أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وقسمة التركات، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع.